احنا عندنا اختلاف من سوق في. يلا يا رجاء في كذا انواع حاجه، احنا عاوزين نعرف انهي عيان تي في اللي ياخد العلاج، يعني اعالج انهي عيان. يبقى اول حاجه عاوزين نحدد مين العيان اللي هبدا اديله في العلاج، ادي اول حاجه. طب ثاني حاجه عاوزين نعرف هنعالجه ازاي. يا رجاء تقعدوا بقى لفتره. يبقى اول حاجه عاوزين نعرف هوم تو فيل. يبقى اول حاجه عاوزين نعرف هياخد العلاج. ثاني حاجه عاوزين نعرف هنعالجه ازاي. تريتمنت وستريكشن. ثالث حاجه عايزين نعرف كويس، عايزين نعرف الادويه الدراج اللي هستخدمها. واخيرا في حاجه اسمها المونيتورنج. يبقى انا عندي في علاج التي بي، عندي في علاج التي بي كذا انواع. على فكره الانتيبيوتيكال ثيرابي بيجي في الثيرابيست بتاع فتره بالهبل، يعني برضه من اشهر اساس الثيرابي الانتيبيوتيكال ثيرابي. حلو الكلام؟ الصوت ورا؟ الحمد لله. ما خد بالك معايا. ايه؟ شباك اكيد شغال. طب انا هتخيل برضه كده. انا قدام. طب معلش دي بصمه دي. ده مش يلا يا كابتن. احنا قلنا اول حاجه يبقى قلنا اول حاجه عايزين نعرف بوم تطبيق مين اللي هياخد الدواء. وصلت لنا يا كابتن؟ عاوزين نعرف اول حاجه مين اللي هياخد الدواء. تاني حاجة هديله الدواء ازاي؟ ريجيمنت. تالت حاجة عاوزين نعرف الأدوية اللي هياخدها ايه؟ ايه أنواع الأدوية؟ وآخر حاجة هنعمل حاجة اسمها مونيتورنج أوف ثيرابي. مونيتورنج أوف ثيرابي. ناخد حاجة حاجة. أول حاجة أول سؤال هو كوم تو تريت، يعني أنهي عيان اللي هياخد الدواء؟ أنهي عيان تي بي هبدأ معاه العلاج؟ أنا مش هبدأ العلاج مع عيان تي بي إلا لما أكون متأكد مليون في المية إن هو عيان تي بي، صح ولا لا؟ يعني لازم أكون متأكد مليون في المية إن هو تي بي كي. إحنا آخر الحصة اللي فاتت وانتوا عايزين تمشوا، قلت لك كلمة كده، يعني إيه كلمة تي بي كي؟ تي بي كي قلنا ممكن تبقى معناها حاجة من ثلاثة، تي بي كي يحتمل معنى من ثلاثة، قلنا يا إما واحد خدت منه عينتين سبيوتم والاثنين طلعوا بوزيتيف، دي أول حاجة، إنك تاخد عينتين سبيوتم والاثنين طلعوا إيه؟ بوزيتيف، أدي حاجة، على فكرة يا دكاترة لو قفلتوا الشباك التكييف هيوصلوا لك. الجامعة الكنسيست هيشتغل أهو، أنت بتقول يعني. قال والله قال. إيه؟ قايل يعني. هما بيقولوا معاك. إيه؟ خلاص هو مفتوح بس اقول لكم ايه يعني؟ خد بالك معايا. يبقى احنا قلنا اول حاجه، يبقى قلنا اول حاجه العيان ده لو خدت منه عينتين سبيوتم والاثنين طلعوا بوزيتيف يبقى ده عيان تبين. حلو الكلام؟ سامعين ورا؟ طب ثاني حاجه خد بالك معايا. اه في ناس كده صحيح. يعني اقرب شويه. خدتني انا في التخرج اصلا مشكله؟ لا. في كذا بقى مشكله؟ اقل من خمس سنين وعنده هيستوري اوف كونتاكت،
مع ديفيشن وعنده ايه كمان؟ وعنده ايه؟ سيمتومز اوف تيبي. يبقى عيل قال 3 سنين عنده اعراض تيبي وعنده هيستوري اشخص ايه؟ تيبي. معايا دكاتره؟ يبقى كده ده اول حاجه عرفنا انا هبدا العلاج مع مين؟ خلاص كده؟ ثالث حاجه ثاني حاجه احنا عايزين نعرف الريجيمنت اوف تريت يعني نوعات. عاوزين نعرف هو ياخد الدواء ازاي؟ هنمشيها له ازاي؟ فاكر معايا؟ انتوا خدتوا الكلام ده بالحرف الفرد نفس الكلام بالظبط. انا عيان التي بي علاجه بيعدي على مرحلتين. عيان التي بي علاجه بيعدي على مرحلتين. عامة المرحلتين مع بعض بيكون فترتهم من ست شهور يبقى المرحلتين مع بعض بيكون وقتهم قد ايه؟ من ست شهور لكام؟ ست شهور حسب. لو عيان عنده بالونه التي بي ونون كومبليكيتد كفايه عليه ست شهور. انما لو عيان اكسترا بالونه او كومبليكيتد بيحتاج تسع شهور. على فكره ساعات بيحتاج علاج لحد سنتين. يعني حسب السيفيريتي اوف كومبليكيشن ساعات بعالجه لحد سنتين. حلو الكلام؟ يبقى ركز معايا. انا بقول لك ان انا عيان التي بي هيعدي على مرحلتين في العلاج. المرحلتين مع بعض هيبقى فترتهم قد ايه؟ من ست شهور لتسع شهور. لو كان ان كومبليكيتد ست شهور. لو كان كومبليكيتد تسع شهور. حلو الكلام؟ ايه بقى المرحلتين دول؟ انا عندي اول مرحله اسمها الانيشال فيز. وفاهم معايا مرحلتين هما ايه؟ اول مرحله اسمها مرحله الاستراتيجيشن او بنسميها الانيشال فيز او خلينا بس انيشال او حتى الايه انيشال فيز. حلو الكلام؟ يبقى عندي اول مرحله في الانيشال فيز او البكتيريسايدال فيز. ثاني مرحله اسمها المينتنس او الاستيرلايزيشن فيز. يبقى عندي مرحلتين. يبقى خد بالك معايا. يبقى قلت عندي مرحلتين. اول مرحله اسمها المرحله الاوليه انيشال بعد ما هعملها هعمل مرحله المينتنس او هنسميها الاستيرلايزيشن. مرحله الطبيب بقى ينظف جسمك خالص من التي بي. خد بالك معايا. لو تفتكروا زمان كان بيقول لك ان التي بي باسيلاي اللي في الجسم ثلاث انواع. التي بي باسيلاي اللي في الجسم ثلاث انواع. افهم الكلام ده. خد بالك معايا. ده تيشو اهو ده تيشو. حلو الكلام؟ في خلايا معايا؟ كان عندي التي بي باسيلاي ثلاث انواع. في باسيلاي كانت بتبقى بره الخلايا، بره الخلايا. دي كانت بتعمل ايه؟ الاكسترا سيلر دي الاكسترا سيلر كانت بتعمل اكتف مالتيبليكيشن علشان تغزو الخلايا. يبقى اذا كان في اكسترا سيلر دي كانت هايلي اكتف، هايلي ايه؟ اكتف. وكان عندي فيه خد معاك، وكان عندي فيه شويه اورجانيزمات جوه الخليه. اللي جوه الخلايا دول سوليد اكتف، يعني اكتيفيتي قليله خالص. كنا بنسميهم انترا سيلر او دور الباسيلاي النايمه. خد معاك، انا بقول لك الباسيلاي يا اما بره دي اكتف، يا اما جوه دي نايمه، ضمة. يا اما في حاجات نص. احنا عارفين ان التي بي كان بيعمل كازيشن، بيعمل ايه؟ كازيشن. هو كازيشن كده، حلو الكلام؟ بتلاقي جوه الكازيشن في شويه باسيلاي، جوه الكازيشن في شويه ايه؟ باسيلاي. الباسيلاي ده اهي، خد معايا؟ الباسيلاي اللي جوه الكازيشن كنا بنسميها سيمي دورمان، يعني الاقي فايقه قوي ولا هي نايمه، حاجه في النص كده، حلو الكلام؟ يبقى انا عندي الباسيلاي ثلاث انواع. الباسيلاي كام نوع؟ ثلاث انواع. نوع انترا سيلر اكتف، نوع انترا سيلر نايم، نوع في النص دول اسمه ايه؟ سيمي دورمان. حلو الكلام؟ ففي اكتف ودورمان وسيمي دورمان. خد بالك معايا. احنا بنبقى ايه دلوقتي؟ المسؤول عن الانفيجن والاعراض الجامده هم مين؟ اكس سيلر. دي المسؤول عن الانفيجن واللي بتعمل كومبليكيشن والكلام ده. انما اللي مستخبيه جوه دي هي المسؤوله عن الريأكتيفيشن بعد كده. مسؤوله عن ايه؟ الريكرنس والريأكتيفيشن. حلو الكلام؟ انا بقول لك اول مرحله في العلاج اسمها الانيشال فيز. الانيشال فيز دي انا هدفي منها ان اموت اطول كميه ممكنه من الاكسترا سيلر باسيلاي اللي هم الباسيلاي اللي انا خايف ان هم يعملوا كومبليكيشن. يبقى انا هدفي اول مرحله ان انا افويد كومبليكيشن. فانا عايز ايه؟ انا عايز بسرعه جدا اموت اكبر عدد من الاكسترا سيلر باسيلاي. عايز اموت اكبر عدد من الاكسترا سيلر ايه؟ باسيلاي. انت اكيد متوقع عشان اعمل كده لازم ادي ادويه كتير بدوز عاليه. انا بقول لك عاوز اموت بسرعه. يبقى لازم ادويه كتير بدوز ايه؟ بدوز عاليه. بس انت برضه متوقع ما دام ادويه كتير بدوز عاليه يبقى اكيد همشي فيهم مده بسيطه، لان كل ما همشي مده اطول كل ما هيحصل سايد افكت الادويه. حلو الكلام؟ يبقى انيشال فيز هدفي منها انوت اكبر عدد ممكن. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن بص عبد الرحمن
قلنا ايه اكس معايا قلنا الانيشال فيز انا عايز اموت فيها اكبر عدد من الاكسترا سولار مطلوبات يبقى لازم هدي ادويه كتير بدوز عاليه حلو الكلام بس اكيد بدوز بسيطه عشان اخايف من ايه من السايد افكت حلو الكلام خلاص كده طيب المرحله دي بتاخد تقريبا شهرين بتاخد ايه شهرين يبقى الانيشال بتاخد شهرين حلو الكلام يبقى انت عندك مرحلتين اول مرحله اسمها الانيشال هتبقى شهرين هدي ادويه مكثفه وراحه مكثفه عشان اروح الاكسترا سولار ايه بس الله بعد ما عملت ده خلاص هبدا اعمل حاجه اسمها الاستيرايزيشن فيز هبدا اعمل حاجه اسمها الاستيرايزيشن ايه فيز الاستيرايزيشن بقى انا هدفي نحاول اموت اكبر عدد ممكن من البطاطايم المستخبيه دي حلو جدا يبقى الاستيرايزيشن انا عايز اموت اكبر عدد ممكن من البطاطايم المستخبيه البطاطايم المستخبيه محتاجه كسر لها طويل يعني ادي ادويه لفتره طويله علشان اقدر انظف الجسم عشان انظف الجسم مش لازم اعمل ايه؟ ادويه لفتره طويله حلو الكلام؟ لفتره قد ايه؟ حسابيه نحسبها ما انا بقول لك الفتره الكليه من ست شهور تسع شهور الانيشال شهرين فاذا المنترن هيبقى حسب لو جالي الكورس ست شهور يبقى دي اربع يبقى قصدي الكونديشن اربع شهور انما تسع شهور يبقى الكونديشن كام؟ سبع شهور يبقى تاني انا بقول لك اول مرحله شهرين اول مرحله شهرين يبقى اذا المرحله الثانيه هي الباقي لو كان الكورس ست شهور يبقى ثاني مرحله اربع شهور لو كان الكورس تسع شهور يبقى ثاني مرحله سبع شهور حلو الكلام؟ طيب يبقى اذا همشي على مرحلتين قلت انيشال فيز والاستيرايزيشن فيز حلو الكلام؟ ثالث حاجه بقى احنا عاوزين نعرف ايه هي الادويه؟ ايه الادويه اللي بديها وفرق معاك؟ ايه الادويه اللي بديها علاج الدي بي؟ هتاخده في البطن في البطن هتاخده في البطن ان الادويه بقسمها مجموعتين معايا بقسم الادويه مجموعتين اول مجموعه بنسميها الستاندرد دراج او الفيرست لاين دراج اللي هم الادويه اللي بديها روتين لاي عيان تي بي دي الاساسيه حلو الكلام والله لو ما نفعتش ساعات بضطر الجا لادويه اسمها السكند لاين دراج يبقى عندي في ادويه اسمها الفيرست لاين لو ما نفعتش بلجا للسكند لاين ايه دراج انا عندي في الاطفال ما بستخدمش غير الفيرست لاين في الاطفال ما بستخدمش غير الفيرست لاين لان السكند لاين بيكون معاها هاي انسيدنس وسايد افكت الاطفال ما بتستحملهاش نادر اما الجا لحاجه من السكند لاين يبقى في البطن عندك فيرست وسكند في الاطفال بستخدم بس مين؟ فيرست لاين وما بقى الفيرست لاين الفيرست لاين خد بالك معايا اللي هم البيبسي ار بيبسي وار ايه بقى البيبسي ار ده؟ فرق معايا محدش يبص للورقه طلع هنا بيبسي ار بقى اللي هي ايه؟ البي دواء اسمه البار دواء اسمه البار اللي هو بارا امينو سلسليك اسيد حلو الاي دواء اسمه ايسامبيوتول ايسامبيوتول حلو الكلام الدي دواء اسمه بايروزينامايد بايروزينامايد بعد كده الاس اللي هو الستريبتو مايسن واخر حاجه الاي اللي هو الاي انش واخر حاجه الار اللي هو ريفامبيسين اهم دوائين هم ريفامبيسين والاي ان اتش اهم دوائين في العلاج هم ريفامبيسين والاي ان اتش حلو الكلام طب ركز معايا لو واخد بالك ان اول دواء اسمه باظ مدام باظ يبقى خلاص شيله مين؟ بالفيرست لاين عاوز استخدمه عاوز استخدمه الباص ده نقلوه على السكند لاين خلاص ما عادش على الفيرست لاين يبقى احنا عندنا الفيرست لاين اللي باقيين هم دول يبقى بيبسي ار شلنا الباص منهم اللي بره قنايل سيتريك اسيد عشان باص شلناه يبقى عشان باص ايه شلناه اتبقى عندنا مين اللي هو الايسامبيوتول البارازينامايد الفيتوايتن والاي ان اتش واخر حاجه الفامبيتين زود عندك الايسامبيوتول مكتوب باين صح؟ زود الايسامبيوتول مكتوب دوت يبقى مش خطر طيب خد بالك معايا دوت كده خد بالك معايا كل دوت فيهم انا عايزك على الاقل تعرف لي في واحده في السايد افكت تعرف في واحده في السايد افكت الكلام الدوز والكلام ده عاوز اعرفه ده حلو قوي عايز اعرفه مش مشكله يعني انا عندي فيه الاي ان اتش عندي فيه الريفامبيسين عندي فيه الستريبتومايسين والبارازينامايد والاستاميوتول حاجه حاجه اول حاجه عندي الايه الاي ان اتش الاي ان اتش تقريبا 20 مللي على الكيلو جرام ماكسيمم 300 مللي ماكسيمم 300 مللي حلو الكلام يعني اضرب في الوزن بس اهم حاجه الدوز التوتال ما تعديش كام؟ 600 حلو الكلام الريبريتين تقريبا نفس الدوز برضه 10 ل 20 بس الماكسيمم ما تخش شويه لحد 600 يبقى الماكسيمم كام؟ 600 حلو الكلام الجيلايتين الماكسيمم بتاعه مفتوح برضه اكتر شويه ساعات
جرام في اليوم. انت عارفين يا دكاتره الاي ان اتش والفابريتين بيتاخدوا اورال، الاستريبتومايسين بيتاخد حقن عضل، انت مصر الاستريبتومايسين ده عضل، حلو الكلام؟ طيب البارازينامايد مش عايزك اصلا تعرف الدوز لانه نادرا اما يتاخد الاطفال، حلو الكلام؟ يبقى في بارازينامايد وفي الامبيوتون. عاوزين نعرف سايد افكت في كل واحده فيهم، بقول لكم ايه؟ احفظكم سايد افكت كامله عشان في البطنه في الدواء بطنه بتطبق خفيفه جدا. ثانيه ونص يعني على الحاجات المهمه. حاجات بس على الاقل بصوا يا جماعه. طبعا انتوا عارفين ان اي دواء في الدنيا بيعمل اسمه سايد افكت. هايبر كونسيفيتي جي اي تي ابسس سوشينكس. حلو الكلام؟ هايبر كونسيفيتي جي اي تي ابسس سوشينكس. دول الدقون في اي دواء من غير ما تفكر. حلو الكلام؟ احنا عاوزين نعرف ايه السايد افكت المميزه. ايه السايد افكت المميزه؟ خد بالك معايا بقى. لا دواء دواء كده. الحاجات المهمة بس، الحاجات المهمة، هناخد بس المهم. أول حاجة الدواء اللي اسمه أي إن إتش، الأيزونازايد، هو الدواء ده إيه؟ ركزوا معايا هنا. أي إن إتش، السايد إفكت بتاعته أي إن إتش. يبقى السايد إفكت بتاعته أي إن إتش، حلو الكلام؟ زائد السيم فلو. إيه بقى الأي إن إتش إيه؟ الأي، خد بالك معايا، اللي هو بينهبت الإنزايم. يعني إنهبيتور وإنزايم. انزيم انهبيتور بيهبط الليفر، انزيم انهبيتور، حلو الكلام؟ يبقى اول حاجه هو انهبيتور انزيم، حلو الكلام؟ طب ثاني حاجه الان بيعمل نيورو توكسيستي، نيورو توكسيستي. انا كده هتاخدوا في الشيست ان الاي ان اتش بيعاكس مع الفيتامين بي 6، بيتنافس مع الفيتامين بي 6، حلو الكلام؟ والفيتامين بي 6 ده مهم علشان تصنيع المايلين شيت. فالاي اتش لما بديه بيمنع الشغل بتاع الفيتامين بي 6 بيروح مانا كوين المايلين شيت، فبيعمل بريفرال نيروس. بيعمل ايه؟ بريفرال نيروس. عشان كده في البطنه في الاطفال روتين اي عيان بياخد اي ان اتش لازم ياخد معاه فيتامين بي 6، اي عيان بياخد اي ان اتش لازم ياخد معاه فيتامين بي 6 اساس ميدوكسن عشان امنع البريفرال ايه؟ نيروس. حلو الكلام؟ الاتش بيعمل هيباتو توكسيستي، بيعمل ايه؟ هيباتو توكسيستي معايا يا دكاتره؟ زائد قلنا بيعمل سيستميك زوبر، بيعمل اس ان اي لايك نور، يعني من الاخر الاي ان اتش بيحفز المناعه. عامة هو قاعده عامه في الادويه، اي دواء في مجموعه اسمها مجموعه الهيدرازايد، هيدرازايد المجموعه دي تبين ستيمولنت بتحفز المناعه، فتكون اوتو انتيبودي وتعمل اوتو ميون ديزيز. ما هو الدواء ده اسمه ايه؟ ايزو نيكوتينيك اسيد هيدرازايد. اي ان اتش دي اختصار ايزو نيكوتينيك اسيد هيدرازايد. في مجموعة هيدرازايد فبيعمل لك سبيك ايه؟ دو. حلو الكلام؟ دي سايد افكت سنه كده، يبقى اي ان اتش زائد سيمي فلو. طب هات لي بقى الريفامبتين، الريفامبتين السايد افكت بتاعته برضه اي ان اتش زائد بروتينيوريا، بيعمل اي ان اتش زائد بروتينيوريا. الاي المره دي بيعمل اندكشن اوف انزايم، عكس دي ده كان انهبيشن اوف انزايم، انما ده اندكشن اوف انزايم يعني انزايم انديوسر. حلو الكلام؟ طب ثاني حاجه الان برضه بيعمل نيورو اند سي ان اتش سايد افكت، بيعمل نيورو سي ان اتش سايد افكت. الاتش برضه هباتو توكسيد، بيعمل هباتو ايه؟ توكسيد. معايا كده؟ الجديد بس انه بيعمل بروتينيوريا، بيعمل بروتينيوريا، يبقى اي ان اتش زائد بروتينيوريا. حلو الكلام؟ معايا كده؟ جميل قوي. يبقى اي ان اتش، اي ان اتش وستيم فلوبر، ريفامبتين اي ان اتش وبنيوريا. حلو الكلام؟ طب بعد كده الدواء اللي اسمه بايرازينامايد، بايرازينامايد اعرف مين اتش؟ الاسطمبة الأول، شو اي تي ابسيت، هايبر سيت، الكلام ده، المواد اللي فيه الفين اتش. بيعمل هايبر يوريثيميا، هايبر يوريثيميا، يعني بيعلي السيرم يوريك اسيد، وبيعمل استرالجيا. جوينت بيه، حلو الكلام؟ وتاني حاجة بيعمل هيباتو توكسيكو. لو تاخد بالك كل الأدوية بتعمل هيباتو توكسيكو. يبقى إذا بتعمل هايبر يوريثيميا وهيباتو إيه؟ توكسيكو، حلو الكلام؟ طب آخر دواء الإسامبيوتول. الإسامبيوتول، الإسامبيوتول عاوز أستعرف فيه كلمة واحدة. بيعمل اوكيلو توكسيستي. اوكيلو ايه؟ بيأثر على ايه؟ بيعمل ديبوزيت في العين. يبقى اوكيلو ايه؟ توكسيستي. بيأثر على كورنيا، بيعمل كورنيا ديبوزيت. حلو الكلام؟ يبقى الاستامبيوتور غير الاسطمبة بيعمل اوكيلو ايه؟ توكسيستي. طب الاستريبتومايسين، الاستريبتومايسين ايه؟ ديبوزيت. الرقم في الكورنيا. اخر واحد بقى الاستريبتومايسين. انتوا عارفين الاستريبتومايسين ده تبعية انتباهيك اسمها ايه؟ امينو ريكوزايت. الستوميسن والنيوميسن والجنتوميسن والحاجات دي كلها معايا؟ ايه؟ حلو قوي. يبقى عاوزين نعرف بقى الامينو جلايكوزايد بتعمل ايه؟ امينو جلايكوزايد بتعمل اربعه سايد افكت. اللي هي مبون، بتعمل اربعه سايد افكت، مبون
هي ام وام واو وان بتعمل ايه؟ نعمل ديزاين. اول حاجه بتعمل نيفروتوكسيس، بتعمل نيفروتوكسيس. طيب بعد كده الام بتعمل مالابسوربشن دروب، بتعمل مالابسوربشن دروب. الاو بتعمل اوتو توكسيس، بتاثر على الكرينيال نيرف، بتاثر على الايه؟ كرينيال نيرف. واخر حاجه الام ليها نيورو ماسكولار بلوكينج اكشن، يعني بتعمل مصر ايه؟ جلاكسينو براليز. يبقى اذا اربع حاجات بتعمل نيفرو، بتعمل مالابسوربشن، بتعمل اوتو توكسيس، واخر حاجه بتعمل نيورو ماسكولار بلوكينج اكشن. يبقى بيجي السؤال ده لغايه البطن دلوقتي، يقول ادويه كلاسيفاي انتي بيبرال ثيرابي اند ميثود افكت، اشهر طيب ايه؟ يبقى انت حافظهم، يقول له اي ان اتش، اي ان اتش بيور، ريفامبتين، اي ان اتش موتينيوريا، بيرزينوايت 2 اتش، هايبروسيميا ويك، كلاتوكسيس، ريفامبتول اوكيلوكسيس، امينو جلايكوزايد، يبقى نموي، نيفرو، مالابسوربشن، اوتو، ونيورو ماسكولار لوكينج اكشن. تعالى الكلام ده عباره عن سنه هعملكم حصتين فارما، اللي بيكون كل فرد في البطن، النظام ده كده، هتلاقي كلام بقى عشان ايه؟ هتنزل تفرج في الامتحان بتاع البطن. دي ليها طريق، قالوا الكلام انت واخد بالك، انت معايا، مش عارف الكلام ده جد. انت واخد بالك ان الادويه بتعمل بس بتعمل مصايب، تداوي، اجاب الهبل اهي. وخد بالك احنا قلنا علاج التي بي بيكون كومبينيشن، كذا دواء مع بعض، كذا دواء. يعني في اول مرحله على الاقل ثلاث ادويه، على الاقل ثلاث ادويه. الانيشال فيز، كذا ادويه مع ريفامبيسين مع ستريبتومايسين او بيرازينامايد، وساعات بضطر اعمل اربع ادويه مع بعض، ساعات ثلاثه مع بعض. اول مرحله، المرحله المكثفه دي، المرحله الثانيه على الاقل دوايين، اي ان اتش وريفامبيسين، على الاقل دوايين، اي ان اتش وريفامبيسين. معايا دكاتره؟ طيب اخر حاجه عندي في العلاج ان انا اعمل مونيتور وثيرابي. في حد شاف حاجه ورا؟ معايا شاكونا؟ طيب في عندي حاجه اسمها مونيتورنج وثيرابي. يعني ايه بقى مونيتورنج وثيرابي؟ اولا انا بدي دواء، عاوز اشوف هل جاب نتيجه ولا ما جابش، وعاوز اشوف هو عمل سايد افكت ولا ما عملش، صح ولا غلط؟ يبقى عاوز اعمل مونيتورنج للافكت ومونيتورنج للسايد افكت. طب اولا ازاي اعرف العيان ده بيتحسن ولا ما بيتحسنش؟ ادق حاجه تعرفك بيتحسن ولا ما بيتحسنش انك تعمل فيوزن اناليسيس. والله زي ما انت قلت والله بتقل لحد ما يبقى نيجاتيف، يبقى اكيد هو ايه؟ بيتحسن. يبقى انت الام سي كيو الموست سنسيتيف انديكيتور اوف امبروفمنت هو ايه؟ الفيوزن اناليسيس. يبقى احسن حاجه تعرفك الامبروفمنت هو الفيوزن ايه؟ اناليسيس. طب ثانيا بقى خد بالك معايا ان انا اقل حاجه، يعني اقل حاجه في الدقه ما يبانش قوي يعني الراديولوجي. لو جيت تعمل اكس راي احنا عارفين التغيرات اكس راي بتاخد شهور وسنين على ما تحصل. فانت لو عاوز تعرف وتحسن ما تحسنش عن طريق الاكس راي انت اهدى، مش هتبان لك فيها حاجه. يبقى اذا اللي سنسيتيف اوحش حاجه هو الايه؟ الراديولوجي. الحاجه بقى اللي في النص اللي يعني تديك اندكس كويس السيمبتوم، لو بدا حالته يتحسن يبقى اكيد هو ايه؟ بيتحسن. قالوا الكلام يبقى احسن حاجه هو الديوتر، اوحش حاجه هي الارديولوجي النص الاعراض. معايا يا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ طيب عاوزين نعرف بقى مونيتورنج سايد افكت. مونيتورنج سايد افكت انت لو تاخد بالك ان كلهم بيعملوا هيباتو، يبقى اهم حاجه تعملها انك تعمل ليبر فانكشن. اهم حاجه اعمل ليبر فانكشن ايه؟ معايا يا دكاتره؟ فاهمين الكلام ده؟ بالك برضه لازم تكون مركز ومتابع مع العيان، هل هو كومبلاينت ولا مش كومبلاينت؟ انتوا عارفين ايه هو اشهر سبب؟ ايه هو اشهر سبب للفيليا والثيرابي والتيبي؟ هو انكومبلاينت اوبزرفيشن. اشهر سبب للفيليا والتيبي تريتمنت هو الانكومبلاينت اوبزرفيشن. يعني ايه؟ ايام زمان كان يروح للسكر يتصرف له شوال دواء، خد يا عم الدواء ده اوف الصبح وبالليل ومش عارف ايه، ده اوف للنوم وبعد النوم، دي حقنه الصبح حقنه بالليل، الراجل يعني بيتقطع، يا عم انا اموت ولا ايه العبط ده؟ حلو الكلام؟ عشان دلوقتي بقى القاعده العامه، القاعده العامه في علاج التي بي ان هم ماشيين على حاجه اسمها سنجل دوز ابروش، اسمها سنجل دوز ابروش. يعني ايه؟ انت اهم دوايين ماشي عليهم، ايه هم اهم دوايين؟ ايزومايزايد وريفامبيسين. انتوا عارفين الريفامبيسين في الصيدليه اسمه ريماكتان، اسمه ريماكتان في الصيدليه. حلو الكلام؟ راحوا هم جايبين الريماكتان وحطوا عليه ايزلادايت وعمل لك دواء كومباينيشن اسمه ريماكتادايت. اسمه ايه؟ ريماكتادايت. بيتاخد سنجل دوز على معده فاضيه، تقول له الصبح على معده فاضيه على غير ريق تاخد الحبايه دي سنجل دوز، مش لازم الريماكتازايد، ممكن ياخد حبايه ريماكتان مع حبايه ايزومايزايد هما الاثنين مع بعض على غير ريق. فمين حاجه عشان اضيف الكومبلاينت لحلكم برضه ده ريسك، انا عاوز اخلي عينكم علامه ياخد العلاج، بحاول اسهل عليه. فمين حاجه مش خاصه في الكوميدي حاجه اسمها دوز دايركتلي اوبزرفد تريتمنت وسورس
بيعمل يعني فيري جود ريزلت ان هو قاعد معاك وياخد دواء يوميا بيتحسن على ايديك دي الطب. طبعا يعني هنا في مصر طبعا انا دكتور الكلام ده مفيش اماكن تكفي العدلة فتنزل قليله معايا دكاتره يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا الاحكي بيه علاج وعامل ازاي؟ حضرتك بس سؤال حتى للشفوي اعملها عندك هو اللي صار من البطن موجود حتى للشفوي موجوده في الارض البطن اعملها عندك ان بي حضرتك سؤال العيان اللي عنده تي بي ياخد استرويد ولا ما ياخدش؟ العيان اللي عنده تي بي ياخد استرويد ولا ما ياخدش؟ ما ياخدش لسببين، اولا الاسترويد يهبط المناعه يروح يزود الاستريبيتي والكونفكشن، ثانيا الحكيم بيقول ان هو هايبروليتيك الاسترويد ده انتي فايبروليتيك بيكسر الفايبر ابسيشن وبالتالي لو كان واحد بدا يهيل يقول له ريانتيفيشن مش احنا قلنا هيلينج يعني بدا يتحول لبروسس حلو الكلام لما تديله استرويد بيكسر الفايبر ابسيشن بيكسر الفايبر ابسيشن وفي نفس الوقت بيهبط المناعه فيعمل لك تيرنج وكونفكشن يعني الانفكشن صح فيك حلو الكلام ركزوا معايا بقى بس في بعض الحالات بضطر غصب عني ادي استرويد في بعض الحالات بضطر غصب عني ادي استرويد هقول لك ايه الحالات دي بس انت متوقع ان في اي حاله من دول انا هدي الاسترويد امبريلا اوف انتي بيرجرس ثيرابي يعني هدي الاسترويد ومعاك انتي بيرجرس وكمان هعلي الدوز هعلي الدوز انا خايف من كومبليكيشن انا خايف ان الاسترويد يعمل بلاوي فانت بقى غصب عنك تضطر تجيب الاسترويد انت اضطر تجيب الاسترويد كده حاله في 10 حالات هعمل حاله عندك 4 5 يعني مثلا كله كده حاله حاله يمكن في حاجات كلها مش مكتوبه عندك حاله حاله كده يعني مثلا لو واحد بياخد دواء دي بي اي دواء وحصل له انافلاكتيك شوك طلع عنده حساسيه خد الدواء حصل له انافلاكتيك شوك هيموت هيموت والانافلاكتيك شوك لازم غصب عني ادي فيها لازم ادي فيها سترويد يبقى انافلاكتيك شوك لازم ادي فيها سترويد عشان هو اكثر واحد انت انرجيك يبقى خد بالك معايا يبقى لو في هايبر سنسيتيفيتي لازم اديه عشان هو انت انرجيك الكلام طب ثانيا لو واحد عنده ركز معايا تي بي من الجاي او تي بي بلوريزي او تي بي من الكارديا ديفيوجن يعني الاخر لو في تي بي في السيرفس ان بيه تي بي من الجايتس او تي بي بلوريزي او تي بي من الكارديا ديفيوجن ليه بقى؟ الاديجن عشان انا الاديجن بص يا دكاتره لو التي بي جه في البلوره قلت لك كلام قالوا ورا الطاوله ما فيش علاقته هنا شايفين هنا اللي هي دي كل شايفين هي دي بصوا كده دي البلوره ايه؟ دي البلوره حلو الكلام التي بي لما بيجي فيها التي بي الاكس بتاعه او الكاديشن بيكون سيك وبيحصل فيه اوبجنايزيشن بسرعه بيحصل فيه اوبجنايزيشن بسرعه يعني من الاخر بيقلب الفايبر التي بي بيعمل فايبر في البلوره يعني هتيجي تبص التي بي هتلاقي فيها ديجا كده فيها ديجا في البلوره في البريكارديا في اي حاجه منها دي كلها مصايب مش خاصه بالكارديو حاجه اسمها الادهيزف بريكارديتس خدوا حاجه اسمها الادهيزف بريكارديتس واحد من الريستريكت بوزي ديزيز بيبنى عليه الكاملك اكشن قالوا الكلام يبقى دي مصايب لو حصلت العيان ده هيخش فارت بيب او فريسبيرتوري فيلير دي كلها مصايب لو حصل في سن الفوق لو دي من انجايتس انا مش عايز كلام عشان ما ازعلش حد خلاص مش عمال ازعق عشان بص ورا وهو بيتكلم يبقى خد بالك معايا اخر حاجه عندي لو في تي من انجايتس لو في تي بي من انجايتس بص كده انت عندك التي من انجايتس بيبقى عندك في جوه البرين حاجه اسمها البرين فينتكل حاجه اسمها البرين فينتكل التي من انجايتس ساعات بتعمل ادهيجن فينتكل تعمل ادهيجن جوه الفينتكل طبعا لما تعمل ادهيجن هتعمل اوستراكشن ولو حصل اوستراكشن هيعلى الانتراكريت تنشن وممكن يحصل هايدرو ديفلوبمنت قالوا الكلام يبقى انا عملنا على الاديجن انا قصده قد ايه؟ ديسترويد عشان هو انت فايبروتيك بيكون الاديجن قالوا الكلام يبقى انا بضطر في البلوريزي في البريكارديا في المنجيز ان انا ادي ايه؟ ديسترويد عشان امنع الاديجن عشان امنع ايه؟ الاديجن طب لو واحد حصل له تي بي سوبر ريجن لو واحد حصل له تي بي سوبر ريجن ادي الترويد اه لازم ادي الترويد فلو حصل تي بي سوبر ريجن يبقى السوبر ريجن اتضرب ما عادش غير الترويد ما عادش عندك في جسمك الترويد تخش في اديتوريال كرايزس يبقى لازم ادي من بره الترويد ادي ريبليسمنت بس تعويض بس ريبليسمنت غصب عني تعمل حاجه يبقى اذا العيان ده لو حصل له تي بي سوبر ريجن لازم اديله الترويد ادي ريبليسمنت مفيش حاجة طب لو واحد حصل له تي بي هيوج ليمفادونايتس فاحنا عارفين التي بي بيأثر عليه نود طب لو واحد بقى عنده ليمف نود قد كده اهو مثلا سرفايكل الليمف نود لما تكبر قوي بتعمل سيفير كومبريشن ريسيشن ممكن تعملها في سترايدو وتشوكن تصيبه ساعتها لازم ادي انتي انفلاماتوري محترم
لازم ادي انتي انفلاماتوري مخرج علشان يهبط الانفلاميشن. ما عنديش غير الاسترويد، يبقى دي كلها حاجات غصب عني بتفرج فيها الاسترويد. ما فيش حاجه انا بحاول اوسع دماغك تفهم الكلام ده بيجي منين، عشان لو سالتك انت عارف بدي ليه عشان كذا، ليه هنا عشان كذا، الحاجات دي كلها غصب عني مانداتوري ادي فيها الاسترويد. بس بقول لك انا هدي الاسترويد وهدي معاها ايه؟ هدي معاها انتي تيوبيكولا. حلو الكلام ده كده احنا خلصنا شطر الشمس ومنزلتها تجيلي. شفت كده صح؟ فقط مفيش اطفال.
مصر البطه ده مش فارقه. دخلتها دور اول، دخلتها دور ثاني، هو ده التعليم. التعليم وحش كده كده، انما غصبان دور اول لحد ما تيجي فيها تقديم. دور ثاني قابلني، قابلني انا بقى هيقفل الامتحان. الناس اللي طبعا اللي داخل تاجيل اللي يقول لك الدور ما فيهوش حاجه، مش مراد كامل ولا كلمه. طب انا عشان اقول اول دور حبيبي ذاكره، هتاخد دور ثاني وجاله امتحان منيل، انا متوقع زي ده انا بحبه، فاللي قفل الامتحان رجع خديجه عادي. اسمع كلام، مش هتحل زي ما كله والمعنى مش كبير، كله ده على بعضه مفيش مدير خطير. تقعد في البطه تمتع في 1100 ورقه ولا 1000 ورقه تبقى قلبك ده. طب الاطفال 52 ورقه يعني كبر البطه، كبر كبر البطه. طب جبت الكبد مش خاطري، فهو الاطفال 52 ورقه. لما الظلم بقى بيقول ايه؟ عشان انا اشطر الاطفال، اشطر ايه يا اخوانا؟ مش حاجه بطل، هي 200 ورقه يعني اذا فيهم زي ما عشان كده اتلخبط. والله العظيم يعني انت داخل تاخد دش خد لك دكتوره تلف الدرجه، تاخد الغدا خد دكتوره تلف النف وهكذا. على فكره احنا خلاص كبير. الشباب يا شباب شوف الورق بقى عامل ازاي؟ شوف بقى ايه؟ حاجات هبله كده. جميل؟ ورقه فاضيه تخلص الموضوع. يلا يا جماعه يلا. انا اتصلت على فكره، انا قدامي شهر ونص لسه مخلص. أصل حاجة يعني، لا تقعد في مركز، لا تقعد، خد بالك معايا. ناخد بقى حاجة حاجة واحفظ الأرقام، ناخد حاجة حاجة واحفظ الأرقام. أول حاجة الجالوري، إحنا عايزين نعرف احتياجات الطب الجالوري. اسمعوا معايا، عامة أي طب احتياجاته بتبتدي قوي لما يكون لسه مولود، وكل ما بيكبر احتياجاته بتقل، قالوا الكلام؟ لأن هو صغير بيبني، وكل ما بيكبر الجلد بيقل، قالوا الكلام؟ يبقى إذا الاحتياجات بتكون أعلى ما يكون عند الولاد وبتقل مع السن، قالوا الكلام؟ يعني مثلا الكالوري الواد لسه مولود، لسه مولود النيونيت بيكون محتاج 120 كالوري على الكيلو جرام على الديل، محتاج كام؟ 120 كالوري على الكيلو جرام على الديل. طيب عاوزين نشوف بقى في الأعمار الثانية، بص كده. أنا عندي في النيونيت بعدين من سن شهر لثلاث شهور، أنتوا عارفين النيونيت ده شهر. وبعدين من شهر لثلاث شهور، وبعدين بص بتاعك هعمل لك اول رقم خالص، اول رقم انا هعمل لك ان الولد مولود، قالوا الكلام؟ لا قالوا ادرس يعني، انا عايزك تعرف من سن شهر، من سن شهر، قالوا الكلام؟ يبقى من سن شهر، وبعدين من سن شهر لثلاث شهور، انا باين مش عامل عندك 4 6 صح؟ 4 الجدول كام؟ الجدول كام؟ ايه؟ زود 4 6 كمان بقى، زود 4 6 جنيه ايه ماشي لا هو يقول شهر ولا ايوه اه معلش انا اسف 4 6 2 هم ياخدوا 60 بس هم 4 6 2 قالوا الكلام؟ يبقى احنا قلنا النيونيت لحد سن سنه ده حاجه، يبقى عند سن سنه وبعدين سنه ثلاث سنين وبعدين 4 6 2 قالوا الكلام؟ عند سن سنه ده خد بالك معايا الولد عند سن سنه بيكون احتياجات تقريبا 110 عند سن سنه بيكون كام؟ 110 وبعدين يا بنت ماذا عملت؟ عند سنة ثلاث سنين بيكون محتاج 100 عند 4 ل 6 بيحتاج 90 يبقى خد بالك ان الكالوري بتقل 10 كالوري كل ثلاث سنين كل ثلاث سنين يحتاجها بتقل 10 معايا؟ يبقى عند سنة ثلاث سنة سنة اول واحدة 120 دقيقة قدرتك والنهر قالوا الكلام بقول لك عند سنة 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 ثلاث سنين كام سنة 6 سنين عند سنة سنة بيحتاج كام؟ 110 عند سنة ثلاث سنين 100 بعد 4 6 90 يبقى الكالوري بتقل 10 كل ثلاث سنين واخد بالك ان كل ما بيكبر كل ما احتياجاته بتقل يبقى احنا شايفين ان الواد عند سنة اول سنة من عمره بيحتاج 110 كالوري على الكيلو جرام على ايديه حلو الكلام؟ طيب ركز معايا طبعا انتوا عارفين في البايو ان الكالوريز دي الكالوريز اللي هي الطاقة بنحصل عليها من حرق البروتين او حرق الفات او حرق الكربوهيدرات في النورمال بيكسل في واحد عيل صغير او واحد كبير الطاقه بتحصل عليها مني من حرق الكربوهيدرات الطاقه بتحصل عليها مني من حرق السكريات لو انت ما كانش سكريات بنبدا نحرق فات وفلفل بروتين يعني نورمالي الفات والبروتين بيتحرقوا بنسبه بسيطه بس انت لو ما كانش لو ما كانش كربوهيدرات هتبدا تحرق فات وبروتين بتعوز طاقه جايه منين؟ حلو الكلام؟ طيب عامه تبقى عارف انت معلومات عنه ان كل جرام كل جرام سكر جرام السكر جرام كربوهيدرات بيديك 4.1 جرام الكربوهيدرات لما يتحرق بيديك 4.1 كالوري انما جرام الفات
جرام الفات لما يتحرق يديك 9 و3 من 10 كالوري، يبقى اذا اعلى كالوري زي بتيجي من مين؟ الفات، يعني اكثر فقط تيجي لحاجه الفات. قالوا الكلام بس هو نورمالي بيتحرق بنسبه بسيطه لان السورس بتاعت الطاقه هو السكريات. قالوا الكلام فالكم بتاع المرض كان يحرق الفات اذا ما يبطل ياكل كربوهيدرات، كان مشكلته ما بياكلش كربوهيدرات يبدا يحرق الفات وبعدين البروتين. فاهمين معايا يا دكاتره؟ يبقى اذا كده قلنا ايه؟ العايزه قلنا اذا الريكوايرمنت بتاعته بتقل مع السن، قول كل جرام كربوهيدرات، كل جرام كربوهيدرات بيديك 1/10 كالوري، كل جرام فات بيديك 9/10 كالوري. حلو الكلام. اخيرا بقى خد بالك معايا، طبعا احنا عارفين عيل في اول سنتين بيكون اكله الاساسي عباره عن لبن، وما دام بياكل لبن بس يبقى اكيد اللبن بيديله تقريبا احتياجاته من الكالوري، صح؟ يعني اللبن الى حد ما بيكفي احتياجاته من الكالوري. حلو الكلام. طب ما هو اللبن فيه 3 مكونات، يعني فيه كربوهيدرات وفيه بروتين وفيه فات، عاوزين نعرف بقى الكالوري بينتج من حاجه مين فيهم؟ من حاجه الثلاثه. حلو الكلام. من حاجه الايه؟ الثلاثه. بس قلنا مينلي اكتر حاجه بتتحرق هي مين؟ الفات والكربوهيدرات. البروتين قليل الحجم، خد بالك معايا. من الاخر الكالوري، الكالوري بيتوزع على اللبن كده، الكالوري بيتوزع على اللبن بالطريقه دي. 8% من الكالوري بتاع اللبن بيجي منين؟ من البروتين. افتكر ان اللحمه غاليه، البروتين غالي، عشان كده بناخد منه اقل كميه. يبقى 8% بيجي منين؟ من البروتين. و42% من ايه؟ 42% من ايه؟ الكربوهيدرات. و50% منين؟ طبعا ليه؟ لان زي ما قلنا كل جرام فات بيديك كميه كبيره من الكالوري، فانت معظم الكالوري بتاخده منين؟ من الفات. حلو الكلام؟ طبعا السنه بتحرق نسبه بسيطه. يعني الفات اللي بيحرق كميه بسيطه، بس الكميه دي بتدي كالوري كتير. بص يا جدع، هنعرف كمان شويه ان كل 100 مللي لبن، كل 100 مللي بيديك 67 كالوري. حلو الكلام؟ لما العيل بياكل 100 مللي لبن بياخد 67 كالوري. حلو الكلام؟ ال 67 كالوري جايه منين؟ ال 67 كالوري جايه منين؟ يعني هنفرض ان هو 100 67، هنفرض ان هو 100 كالوري، هنفرض ان كل 100 مللي لبن بيديك 100 كالوري، جايه منين بقى؟ منهم 50 كالوري من الدهون، ومنهم 42 كالوري من السكر، ومنهم 8 كالوري لان اللبن فيه بروتين وفيه فات وفيه دهون. يبقى اذا انا بوزع الكالوري على مكونات اللبن ينتج من حاجه ايه؟ قلنا 50% فات، 42 كربوهيدرات، و8 فاهمين دي؟ فاهمين يا فكره؟ اقولها تاني؟ ارقام نسب بس. جميل قوي. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه دول ايه؟ الكالوري. طب ثاني حاجه السكر، ثاني حاجه السكر. عاوزين نعرف بقى ايه اهميه الكربوهيدرات؟ ايه اهميه الكربوهيدرات؟ طبعا لازم العيل ياكل كربوهيدرات، لازم العيل في اكله يكون في كربوهيدرات. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا السكريات هي السورس الاساسي للطاقه، الكربوهيدرات هي المين سورس اوف ايه؟ انرجي، بحرق منها بالهبل عشان اطلع ايه؟ طاقه. حلو الكلام؟ عامة العيل الطبيعي، عيل بس اقصد ده، العيل الطبيعي اللي بيبقى طبيعي اصطناعي بياخد تقريبا في اليوم من امه للزمن يعني 12 جرام على الدقيق. معايا؟ بياخد 12 جرام كربوهيدرات. حلو الكلام؟ حلو جرام على الدقيق. معايا يا دكاتره؟ يبقى اذا خد معايا انا بقول لك، بص يا دكاتره نقط الارقام اللي هقولها، اقول لك 12 يبقى على كيلو جرام على الدقيق. فاهمين؟ لو هقول لك 10 يبقى على كيلو جرام على الدقيق هكذا. معايا؟ يبقى خد بالك معايا. يبقى احنا بنقول ايه؟ عاوزين ايه؟ 12 جرام. ايه؟ التوتال بتاعه 12 جرام على الدقيق، ولو في خمره قبل كده هتبقى على كيلو جرام على الدقيق. فاهمين حاجه؟ انما ده 12 جرام في الكل. فاهمين؟ بيرجع في اليوم 4 5 ربعات بياخد 12 جرام، ربعات دي كميه كبيره. 12 جرام سكر يعني في اليوم. فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ انا بقول لك بعض الارقام اللي هقولها تبقى على كيلو جرام على الدقيق، بعدين في الجداول. يعني مش هقول لك انا بقى حته على الدقيق، اقعد اعرف ارقام على كيلو جرام على الدقيق. حلو الكلام؟ يعني كده ليه توتال 12 جرام على الدقيق عامة في اليوم كله، 12 جرام على الدقيق. طلعها 12 جرام على الدقيق عامة، الجرامات بتاعته كلها على بعضها. حلو الكلام؟ ايه؟ لا لا لما يحصل تيجي تصور كالوري معايا؟ ما تربطش بين الكالوري وبين الكربوهيدرات، الكالوري اهو كلام بقى، الكالوري يجي من كربوهيدرات او من فات او من بروتين، الكالوري يجي من كربوهيدرات او من فات او من بروتين. يعني لما اقول لك كلمه كالوري مش بالضروره يبقى كربوهيدرات، احنا لسه قايلين الكالوري من اللبن هيجي 50% من فات و42 كربوهيدرات و8 كالوري يعني طاقه، لازم تتحرق اي اكل، اي حاجه ما تتحرق هيديك طاقه.
حلو الكلام. ولو حاجه الكربوهيدرات لازم اخدها عشان هي السورس الاساسي للطاقه، يعني هي اصلا حاجه بتتحرق. حلو الكلام. طيب انا لو ما خدتش كربوهيدرات هتقعد تحرق كفايه، انا بقول لك الفات تحرق منه 100 دقيقه بس بالنسبه للبطوله دي بتديني كالوري كتير. الجرام الواحد بيديك كالوري كتير، بيديك 9 كالوري كتير قوي. حلو الكلام. فانا بحسبها بسيطه يروح بيديك كالوري كتير. بس انتوا عارفين ان الفات لما بيتحرق كتير بيطلع منه حاجه اسمها الايه؟ كيتون بودل، بتعمل كيتون. فانا عاوزك تاخد سكر كفايه عشان الفات يحرق بنسبه بسيطه، لانه لو اتحرق كتير يحصل مشاكل. معايا كده؟ يبقى اذا كده قلنا ايه؟ الكربوهيدرات. بعد كده خد بالك معايا. نرجع عندنا بقى البروتين. البروتين خد بالك معايا برضه احتياج العين للبروتين هتقل مع الزمن، يعني اول ما يتولد هيكون محتاج بروتين عالي، وكل ما هيكبر احتياجاته هتقل عشان يكون عنده ايه؟ بيقل. يعني مثلا عندنا في العين اللي سنه سنه، خصوصا في الجداول، في عين سنه سنه، وبعدين بقى عاوزين نشوف العين اللي من سنه 3 سنين، وبعدين بقى العين الكبيره اللي سنه 4 سنين، الكلام؟ العين اللي سنه سنه بيحتاج يوميا من 2 ل 3.5 جرام، حلو الكلام؟ من 2 ل 3.5 كميه كبيره، حلو الكلام؟ اللي اصغر منه شويه اللي هو بقى قصدي كبر شويه من سنه ل 3 سنين بيحتاج 2 ل 2.5 ل 2.5، حلو الكلام؟ انما الواد بقى اللي هو خلاص عدى 4 سنين كفايه عليه قوي تنجر او اقل كمان بيكفوه، حلو الكلام؟ يبقى كده قلنا ايه؟ العيال حسب السن كل ما وزنه كل ما سنه قصدي بيزيد كل ما احتياجاته بتقل، يبقى هو عنده سنه اعلى احتياجات، اعلى احتياجات يعني بيحتمل حوالي 3 جرام من 2 ل 3.5. انما لما يكبر شويه الاحتياجات تقل يبقى 2 ل 2.5. انما الواد بقى اللي خلاص بقى كل 4 سنين بيحتاج كفايه قوي 2 جرام او اقل كمان. ايوه بس ما هو جينا مختلف. يعني هو في اول سنه سنين اعلى مين؟ ما هي بتبدا يقل فيه وكله عادي بس مين اعلى من مين؟ الاول عادي هي ما جينا ايه ده؟ بس عدى سنتين فيه الاول معايا؟ يلا على جنب. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ يبقى كده قلت عندي البروتين الاحتياجات فيه بتقل مع الزمن عامة. لو طفل محتاج بروتين ليه؟ الكلام ده كلام عامة، ده كلام مفيش اي شرح اساسي. البروتين محتاج عشان يبني جسمه عشان ايه؟ يبني الدشو بيه، ادي حاجه. ثانيا زي ما قلنا البروتين بيتحرق وبيديك طاقه، يبقى هو السوبر انرجي. ثالثا البروتين اللي بتاخده زياده البروتين اللي بدأ بيتحول لفات ويتخزن يبقى مخزن، يبقى البروتين ده اولا ببني بيه الجسم. طيب وساعات بيتحرق ويطلع منه طاقه، لو خدت بالزياده يتحول لفات ويتخزن يبقى مخزن ايه؟ مخزن طاقه. حلو الكلام. ده لازمه الايه؟ البروتين. عامه عاوز تعرف ان البروتين من نوعين من حيث الكفاءه، البروتين نوعين خصوصا في جسمي. في بروتين اسمه الاتش بي بي اللي هو الهاي بيولوجيكال فاليو بروتين، ده اقل نسبه منه بس كفيه، هو هاي بيولوجيكال فاليو. لما في بروتينات هايفه، في بروتينات هايفه بنسميها لو بيولوجيكال فاليو بروتين، دي مالهاش لازمه. لو خدت منها حتى 10 جرام ولا هي لازمه. يبقى خد بالك معايا العيل اللي ياخد هاي بيولوجيكال فاليو بروتين لو خد بس 2 جرام كفايه قوي عليه، عشان بروتين افكتيف بروتين اوف هاي بيولوجيكال فاليو هيفيد، انما اللو بيولوجيكال فاليو ولا اي لازمه. طبعا هاي بيولوجيك فاليو يعني فيه كميه عاليه من الاسينشال امينو اسيد، انما لو بيولوجيك فاليو يعني ما فيهوش اسينشال امينو اسيد، في امينو اسيد هبقى يعني. معايا يا دكاتره؟ جميل قوي. بعد كده هات لي بقى الدهون. هسالك سؤال، هو العيل محتاج الدهون ليه؟ ايه اهميه الدهون؟ برضه زي ما قلنا الدهون بتتحرق وبتطلع طاقه. ثانيا الدهون بتعمل انسيوليشن اوف ذا بودي، كنا قلنا بتعدل الجسم وبالتالي بتقلل فقدان الحراره. ثالثا الدهون بتتخزن وتشتغل تحت انرجي فوق، انرجي ايه؟ الصوت. يبقى اذا الدهون يا اما تتحرق يا اما تتخزن، لو اتحرقت طاقه، لو اتخزنت في مصدر للطاقه بتطلع بعد كده. وثانيا بتعدل الجسم يعني بتحافظ على درجه الحراره، بتحافظ على بودي ايه؟ الجسم. حلو الكلام؟ طيب خلصنا ان عيل ما بياكلش اي اكل فيه دهون، اكله خالي من الدهون خالص. لو اكله خالي من الدهون انت هيتهيألك ان هو كويس، هيقعد فترة طويلة، يقعد معاك سنة واتنين، تحسنه كويس، بس كل اللي هتلاحظه فيه إن نموه بطيء سنه، نموه إيه؟ بطيء، بس بعد فترة طويلة هتلاقي الواد ده بدأ يظهر عليه أمراض، أهم حاجة السكين ديزيز، إن أنا محتاج الفات بالذات، الفاتي أسيد لتكوين الإيه؟ السكين، حلو الكلام؟ فلما تلاقي العيان ما بياكلش دهون هتلاقي كمان سنة واتنين يبدأ يحصل في جلده تشققات كده، جاك وديسكواميشن، دي كلها سكين ديزيز، سببها نقص الاسنشال فاتي أسيد. نقص الاسنشال ايه؟ فاتي اسيد، بالذات فاتي اسيد اسمه اللينوليك اسيد، اللينوليك اسيد ده بيخش في تكوين الجلد، حلو الكلام؟ يبقى اذا ده اهم فات. طب بعد الفات انا عندي فيه المينرال، بصوا يا جماعه انا عايز اعرف حاجه، لبن الام فيه كفايه من كل مينرال،
لبن الام في كميه كافيه من كل المعادن ما عدا الحاجات الدهون في كامل الحرق كلها، ما عدا الايرون والكبد والفلورايد، ما عدا الايرون والكبد والفلورايد. يبقى لبن الام عيش في كل المينرال، يعني المينرال كفايه ما عدا ثلاث حاجات ايرون وكبد وفلورايد. عامه انا ما بحتاجش ادي للعيل حاجه من بره غير الايرون، يعني بيشرب لبن بيجيب احتياجاته بالمعادن. انا عارف ان الايرون بالمعادن مش كفايه، علشان كده لازم اديله من بره ايرون سبليتيشن. فكلمة الايرون ديفيشنسي انيميا في النيونيه لما قلنا العيل اول ما بيخلص الشهر الثاني اروح ابدا اديله ايرون، صح؟ يعني في الشهر الثالث ياخد ايه؟ ايرون، علشان الايرون اللي كان مش كفايه. هتقول لي ما هو عنده مخازن، عنده ستور. اه المخازن دي المفروض تخلص بعد 6 شهور. ودي حاجه مش هتقول بقى ما تخلص واديله، لا الاقي من الشهر الثالث واديله. حلو الكلام؟ طيب واخد بالك معايا. يبقى اذا كده قلنا ايه؟ قلنا ان العيله اللبن اللي بيشربه بيكون فيه كفايته من المعادن، المعادن مين اللي يهمني؟ الايرون. علشان كده لازم نعمل ايرون ايه؟ سبلمنتيشن. لما اشرح الحصه الجايه هنعرف ان كده العيل هيبقى اما برنس ميلك اما يبقى ارتفيشال فيدنج. ارتفيشال فيدنج ده يعني اي لبن غير ام، اي لبن غير برنس ميلك يبقى اسمه ايه؟ ارتفيشال. يعني مثلا بقى ايه؟ لبن جاموسي، لبن بودره، اي لبن يبقى اسمه ارتفيشال. حلو الكلام؟ طيب انا بقول لك ان اللبن عامه سواء كان كاو ميلك او بريد ميلك كده او كده في ايرون قليل، في ايرون ايه؟ قليل. بس عامه لبن الام في ايرون اكتر من الكاو ميلك. ركزوا معايا، لبن الام في ايرون اكتر من ايه؟ من الكاو ميلك. هم يضيفوا نسبه بسيطه بس اكتر في مين؟ في البريد ميلك. حلو الكلام؟ ايه؟ قبل منه ياخد كم قبل منه؟ من نقط اورا روكس اورا او فقر. حلو الكلام؟ الكفايه الاورا الاول ياخد النقط دي معايا دكاتره وحاجات حاجه يبقى بيقولوا ايه؟ يلا يا جدع يبقى بقول لك ان الاير اللي موجود في الام اكثر من الاير اللي في ايه؟ اللي في الكاو ميلك. طيب يبقى انت متوقع ان لو واد بيرضع بريست ميلك هبدا اديه اير الشهر الثالث، على اساس ان لبن الام في اير الى حد ما يعني اكثر من الكاو ميلك. انما اللي بيرضع صناعي اللي هو الكاو ميلك المتوقع ان هو احتمال يخش في الاير في الفيشن الثانيه بدري عن البريست ميلك، عشان كده بياخد الاير بدري عنه. حلو الكلام؟ يبقى اخونا البريست ميلك ياخد عن الشهر الثالث، انما اقول لك كاو ميلك بديله بدري عنه، ياخد بدري عنه. حلو الكلام؟ ليه؟ علشان بريست ميلك في اير اكتر من مين؟ من كاو ميلك، فاحتمالات الاير ديفيشنسي اعلى في اللبن بقى. حلو الكلام؟ طيب عندك في جدول علم بس فيه على الاير، علم بس فيه على الاير. الاير من الكوارث بيحتاج من 10 ل 15 مللي جرام على الدي، بيحتاج 10 ل 15 مللي على الدي. حلو الكلام؟ بص يا كابتن، عندك الارقام اللي عندي صراحه كانت البريست بيت من الشهر الثالث وفي الكاو ميلك من الشهر الثاني. تمام؟ قطع شعر بالفين يعني. البريست بيت بديله ايرون من الشهر الثالث، الكاو ميلك ياخد من الشهر الثاني. حلو؟ زي ما خدنا في اليونيه معايا؟ يعني الواد اللي بيرضع طبيعي، اللي بيرضع طبيعي يبدا ياخد حيد من اول الشهر الثالث، اللي بيرضع صناعي ياخد بدري شويه من الشهر الثاني. حلو الكلام؟ طب بعد كده ايوه نقطة واحد، نقطة واحد معايا؟ يعني كده واحنا مشينا نقطة كتير، بس كده جدول هطلع فيه ارقام. حلو كده؟ ركز معايا بقى. يبقى انا كده قلنا ايه؟ اللي قلت خلاص اللي هو المينرال. طب بعد المينرال عندي فيه الفيتامين. بص يا جدع، لبن الام لبن الام فيه فايتك من كل الفيتامينات، لبن الام فيه فايتك من كل الفيتامينات. الحاجة الوحيدة اللي بتكون ناقصة هي الفيتامين سي والفيتامين دي. يعني كل الفيتامينات موجودة، الاي والبي وكل حاجة موجودة، عدا مين؟ الفيتامين سي والفيتامين دي. بس المفروض ادي من بره فيتامين سي وفيتامين دي. بس كمان هو تقول لك اليونيه بتاع بدي كمان فيتامين ايه؟ مش هيخسر يعني. حلو الكلام؟ عامة عاوزين نعرف ايه الاحتياجات اليومية للفيتامين. خدناها في اليونيه نفس الارقام بالظبط. علم على الاي وعلى السي وعلى الدي. علم على الاي سي والدي. قلنا فيتامين ايه؟ بيحتاج يوميا 1500 يونت. 1500 ل 3000 يونت. دول على فكرة موجودين في البريست ميلك. موجودين في البريست ميلك. يعني الكميه دي موجوده في اللبن، يعني مش محتاج من بره. بس للضمان لو خدوا 1000 من بره مش هيفرقوا. حلو الكلام؟ يبقى خد بالك معايا. ثاني حاجه الفيتامين دي بيحتاج 50 مللي جرام على الدي، 50 مللي جرام على الدي. الفيتامين دي شخصيه دول 400 ل 800 يونت على الدي. تمام؟ من 400 ل 800 يونت على الدي.
يبقى الفيتامين ايه والفيتامين سي باليونت، فيتامين سي بالملي جرام، فيتامين سي بالملي جرام. حلو الكلام. طيب اخر حاجه الميه البريون. طيب عاوزين نعرف الواد بيحتاج محاليل قد ايه. عندي برضه عندي بلد وبعدين سنه ثلاثه وبعدين اربعه لسته وبعدين سبعه ل 12 و13 ل 18. حلو الكلام. معايا دكاتره الولد اللي عارفين السنه ده اللي الصغير ده بيحتاج محاليل كتير، يعمل اي حاجه تغسيل وصغير، ولما يكبر تاني بيحتاج 150، ده بيحتاج 125، ده بيحتاج 100، ده بيحتاج 75، ده بيحتاج 50. بص كفايه حد فين في السن دي يرفع كفايه قوي يعني. خلاص كده. هو عامه الشغل بيتعامل مع الاطفال اللي منهم اقل من 30 عامه يعني، ده اللي يهمنا قوي لحد 30 اللي هي فتره الرضاعه زي ما بتكلم كده في الشطه الجنبيه. فلحد 30 كفايه قوي لما تاخد 6 سنين المكان ده اللي عندك يعني. حلو الكلام. يبقى الاحتياجات بتقل مع الزمن. حلو الكلام. 150 125 175 50. حلو الكلام. دي احتياجات الايه؟ البريون.